السلام عليكم متابعين ومحبين شركة الأخوية. اليوم جيناكم فيديو جديد على طلب من المتابعين، قالوا نريد فيديو على مجمد العمودية ماركة جيبسون. طبعا هاي المجمدة قدامكم بيها ثلاث ألوان، الأبيض والسيلفر والشمباني، ثلاث ألوان بيها. طبعا تجي 18 قدم والداخل مالتها يجي سبع خانات على شكل جراب. طبعا الماركة ماركة جيبسون، وماركة جيبسون معروفة وضمان بيها ثلاث سنوات يمنا او يم شركة جيبسون. راح نشوفكم هسه الخانات مالتها، هذه سبع خانات. طبعا هاي مجمدة بنظام التجميد مو نظام البخاخ، واسي لون عليها. تجي طبعا نظام تجميد بس الفريز بلتين داخلي، يعني الفريز يجي مالتها دفن، لا هو بالظهر ولا هو بالوجه، يعني دفن يصير شبيه بعمل البخاخ بس هي بشكل فريز. هاي الخانات مالتها، عندك خانة تقدر تفتحها لان الخانتين الفوق الفتحة الفتح، والباقي يجي جرار تقدر تخلي بيه انواع اللي تحب تخليه من اكل من فواكه الى اخره، او خدمية وكلش حلوة. وهواي عالم قالوا احنا نخاف منها لانه ما تجمد زين، لا بالعكس هي هاي مختصرين المجمدة الافقية، سوي لكم اياها مجمدة عمودية حتى ما تاخذ مساحة هواي. طبعا تعمل تحت درجة حرارة 65 درجة مئوية. طبعا هذه درجات الحرارة مثل ما تشوفون قدامكم، فيرس درجة الحرارة 8 الى ناقص 16، 6 الى ناقص 18، 4 الى ناقص 20، 2 الى ناقص 24، وهذا اقصى حد بينا. بيها خمس مراحل للتجميد، والسادسة هي نظام الاوتو، يعني تقدر تخليه على السادس تصير نظام اوتو ثابت عندك. طبعا هذا شكل مالته يجي ستيل غير مضاد للصدى، ما يصير بيه لا زنجار ولا اللون مالته يروح مع مرور الزمن. تجي نوعية ثانية بيها تجي بلازما، وجو مالته يصير نفس هذا اللون البلازما ماركة جيبسون. بيها حجية بيها 18 قدم اللي هي ارتفاع مالتها 18، والعمق مالتها 57، يعني العمق الداخلي مالتها 57 والارتفاع 180 سنتيم. يعني مثل ما تشوفوها اقبالكم ان شاء الله. عجبكم الفيديو او اللي عنده اي استفسار ثاني اكتبوا لنا اياه بتعليق، ولا تنسوا بنهايه الفيديو اللايك والسبسكرايب او تعليقاتكم ان شاء الله، وحتى يكون حد حصل معكم. حياكم الله.